يلا شو اسوي؟ هذا هم لابسه عدسات ورموش وضوبعي، فما ادري اشوف ودي يسجل فيديو. شو صار؟ زين شو اسوي يلا؟ يعني شو اسوي ممكن؟ صدمت. شوفوا هي طائرة ما حابه شعري بس كلش حابه تاني. أبغى تلطشي شي 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 كسايدك تتحط صفرة وش تسوي؟ مو حتى البيبي هيري نام. أوكي يلا. اي صدق بعد شايفين دول يفتحون الكاميرا ما يعرفون شو يسوون قدامه؟ يعني ايش اسوي اصلا مرحلة؟ قولوا انا ايش غير اسوي؟ اي بالضبط ما نعرف شو نسوي. عادي جيت داخل صور وعشان جيت اول شيء انا عليها شيء ذي شيء ذي مال احلى يمك الصور وحدك ماكو ممنوع. اوكي طبعا انسي هذا الموضوع. يلا اوكي تمام. ينزلونا هذا الايس كريم ضيافه مجاني يعني بس كلش طيب. الالوان صدق بناتي، ليش حبيت المكان اني؟